السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك. مقطع جديد مع شباب فالكونز، حياكم الله يا جماعة الخير. لحظة قبل ما تبدأ، ميرش فالكونز يا جماعة الخير. إيه صح، الف مبروك الفائز بلاي ستيشن. نفس ما قلت لكم اخترت واحد من المشتركين وهذا الفائز. شوفون هذا تستاهل، مبروك تستاهل، واتمنى انك في الرياض تواصل معي او رد على الكومنت حقي، واتمنى انك في الرياض. بالله واحد، بالله واحد الفيديو هذا تكفى والله انك او مستاهل للمشتركين. اعطوني قدها بالله يروح على الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز ترى هذا حق الفائز الاول، حيشتري واحد ثاني يحط الفائز الثاني. هذا بلاي ستيشن ثاني يا جماعه الخير للمشتركين. اشترك واكتب كومنت، بس اكتب كومنت سهله وباذن الله اسهل بلاي ستيشن تحصل عليه بحياتك. مقطعنا لهذا اليوم يا جماعه الخير، مين الكذاب؟ انت ابو عبيد. انت الكذاب. هذا بيفوز عيال. مين مسيلم الكذاب؟ نعم، مين مسيلم الكذاب؟ ثلاثه فريق وانا مع فريقي هنا. يا سلام، احنا ثلاثه. توكل على رقم قص، نشوف مين اول. مين يبدا؟ حجر رقم قص. حجر رقم قص. ايش هذا؟ رقم قص. عندنا يا وحش. وحش نبدا. طيب اسمع اسمع اسمع، روح ناكل احنا رايحين. بص الحين خلنا نقرر. ما ادري. اسمع انت اختار، انت بنقرر مين الكذاب فينا. انت الكذاب يا اخي. والله مين صاحب السالفه الغير حقيقيه؟ ما نقول كذاب. يا سلام يا سلام. طيب اسمع يا حبيبي، انت كذاب يا حبيبي. خلاص؟ طيب ابدا مكسيكي. يلا. ايه اوكي. شوف بس لحظه، ترى تعبير الوجه مهمه تكفى. ايه مالك 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 دمعه ذا عادي. ايه شوف سالفتي بدات. لحظه اذا ما كنت مشترك اشترك الان في هذه اللحظه. عزيزي المشاهد السالفه تفضل. بسم الله. يا اخوان كنت في الثانوي. صادق في اولى ثانوي. حلو. ايوه في اولى ثانوي. حلو. يعني ما ادري كذاب انا. اتذكر لا تقطع حبل الفرق. الزبده انه في واحد تحداني من الشباب، انا وقتها كنت افحط، فتحداني قال لي تخاف انت متحفظ؟ قلت له ما اخاف. قال لي اوكي خلاص انا بفحط. يلا لا احد يسوي ذي الاشياء. نعم. فحط. دخلنا في جدار. اي نعم. سياره انعدم التالف. انا من قوه الصدمه دخلت من بين المرتبتين طلعت ورا. احنا فريق كذاب. دخلت من بين المرتبتين رحت ورا. من بين المقاعد كذا وراح ورا. صغير يعني. منطقي هذه منطقي. ليت ما ضفت هذه ترى. بعدين اصبر. خلاص الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل يا صالح. طيب قبل فترة نمت وحلمت اني اشتري سيارة، صحيت اليوم الثاني شريتها. فقال لي ايه قال لي حتى انا قال لي اياها. ممكن قال لي سؤالي. ممكن خلوه سؤال. خلوه خلوه. هذه السالفة ما بعطيك تفاصيل. تبغى تسأل السالفة. عندي ترى تمويه ما يحط البكاش. المهم في امريكا اروح اودي عبير واجيبها، اودي عبير واجيبها الديكير. طبعا قبل الديكير هذا منهم الحضانه. كتبت لهم انه ايش ما تاكل خنزير وما ادري شيء ثاني، ولا يعطوها شراب كذا اللي ما يعلمونه. المهم الصغار ما يعطوا شراب. المهم ادور اسبوع، ادور الاسبوع الثاني قلت ايش بروح اشيك فتره الفطور على الساعه 11. الفطور شكله الله بيك. ابى اشوف هم حبايب ولا لا هذا، واروح اشيك والقهم جلسي وعيال الحبايب حط لهم البيكن اللحم الوردي وال طلعت وبرضه شرح هذه شو اسمه البيكن. شغال عبير تاكل. سويت لهم جنان بشكل مو طبيعي. خرجت عبير، صيحت لهم صيح مو طبيعي. خرجت عبير وديتها ديكر ثاني، ديكر محترم هذا اللي هنا كان بعفن حاله. وديتها ديكر ثاني. اسمع، وديت ذكر ثاني وعوضوني عن تقريبا الاسبوعين هذه واعطوني زياده. كان اتوقع 1200 واعطوني 2000 وشيء، عوضوني حق الشهر كامل. يخافون من القضيه يمكن ترفع عليهم. حلو. الان عندنا المايك يا جماعه. شوفوا انا هذا راكب قدام، شلون يطلع من يعني لو انا راكب ورا عادي يدخل قدام، بس ورا كيف يرجع ورا؟ يعني قدام كيف يرجع ورا؟ عادي هو صدم على قدام طاع، شلون يرجع ورا؟ صدمين بالريوس. انا ما ادري صح والله. صحيح ايه تصير الضحكه دي يعني ان والله قفطتوني. طيب هذا قد قال السالفه حقت انه حلم سياره وجابها خش في جدار. هذا انا سمعت السالفه، انت قلتها في سناب قبل امس. ايوه قالها في سناب قبل امس. قالها في سناب. يا اخي ايش فيك انت معي انت مع بعض؟ طلع صالح طلع صالح طلع برا الموضوع. هذا كذاب كبير ما ادري. اي هذا ما ادري قد قال لكم السالفه هذه؟ لا انا لا بس يعني هي منطقيه ترى كل شيء قاله منطقي.
التعويض منطقي، كل شيء منطقي. بس الخنزير منطقي. لو انه صايرته مستحيل ما يقولنا سالفه كبير. هذا دائما يسولف مستحيل ما يقولنا سالفه دي منطقي. هذا شلون صدم طروره شلون ورقه ايوه صدق ورقه هو مو خليه بس يصدق قدام يصدق وجهه. ما ينفع تكذب ها، مو يقول السالفه صدق وانت طلعت ايه كيف تجاوب؟ انت انتهى وقت النقاش شباب. جواب صدق يا كامل كذب. ايش تقول؟ معك انا من ناحيه انه كيف يرجع والله؟ ايه جنون. ايه جنونين. طيب يا اخي انت صدم على جنب صدم قال دخلنا في جدار. هي جوره. حتى لو على جنب. هذا طيب خلاص انا مع محمد المكسيكي. يعني نقول مكسيكي؟ ايه نقول مكسيكي. طيب عمر انت احس انك انت شاك ابو عبير احس. لا. اذا انت من شاك ابو عبير يعني هذا صادق طيب. مكسيكي ناصمر مكسيكي مكسيكي كذاب صالح مكسيكي بس مكسيكي 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 ابو عبير اعطونا الاجابه الاجابه انا الكذاب يا كذاب يا اسطوره لان سمير كف الكذب على هذا عطى عطى الكذاب حقك صدمت في الجدار ومن قوه الصدمه رجعت كذا من ورا من بين المدار يا حبيبي هو صغير فكذا طط 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 والله اني قايل لكم والله قايل لكم والله يا عيني صدقتوني انت؟ انا صدقت انا عارف انك صدق لا الصدق لا بس يا عيال انا شكلي اسولف واجد صح علمتكم كيف ايوه واضحه أيوة أيوة انا انقهرت يوم قلت انفضحنا صار بس ما اعرف ذا ما يتابع هذا اوكي طيب اسمع يوم ابو عمر ترى ابو عمر تغير وجهه فشكله هو اللي تورط ابو عمر يبدا ولا تبوني انا ابدا راحتك برا ما تبغى ابو عمر يلا حجر رقم قص عادي لا 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 انتم اخترتم اول او انتم اخترتم ابو عمر ابدا انت مخترتم اول الحين انت حجر رقم قص انت نبدا ولا ما نبدا ايش دخلك رايد قال مكسيكي ابدا عادي كان انت ابغى لا كذا يا اخوان ابو عمر يبي وقت يجهز الكذبه ابدا يا حبيبي الله صح طيب يلا يلا مجنون شو ابو عبير لا ايش في ما انا قلت ايش في ابو عبير معناته ابو عمر ابو عمر كذاب يلا برضو قصه ابتعاث نفس الشيء كذاب حلو اصبر إيه. انا كنت مدقن وقتها كثير في الفتره الاولى صدق شفت صوره تو طلع بعدين اخر فتره تلاحظ ابدا ما دقن ليه في مره مدقن خشيت طلبت اوبر عادي طبيعي زي اي يوم عادي وفجاه راعي الاوبر تحسه شك ايش هو هذا مدقن زي كذا واتكلم عربي انا الو مدري ايش زي كذا عربي اخر شيء لما نزلت يوقف فجاه يجيني واحد يقول تفضل معنا حلو حلو ياخذوني على البوليس حلو. البحث يعني هذا التحقيق FBI. تقدر تقول يعني حبس بس ما انحبس يعني اخذني تحقيق سؤال مدري ايش انت ايش مدري ايش تسوي هنا وما فكني الين طلعت له اللي هو الاي 20 ومدري ايش شكرا الفيزا حقت الاي 20 ومدري ايش زي كذا خلاص عرف اني دارس هنا عرف دارس هنا في الجامعه ايوه عرف اني دارس في الجامعه الاي 20 هذا نموذج يعبون المبتعثين ومدري ايش وفكر من بعدها حتى لو تلاحظ فتره امريكا مستحيل تلاقي هذه في صورة واحدة بس اللي انتشرت لي واقف كذا انت كنت لازم اشوف الصورة دي طيب عادل عادل حاطك الصورة حطها كذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم السالفة يا اخوان بالجبيل بالسطح اكيد وين يعني انت ما طلعت من الجبيل لقيت السطح احنا عندنا مساحة بالسطح حلو بالسطح نلعب كورة ما ادري ايش بالدور الثالث فوق نلعب كوره انا وابوي ما ادري طيرت الكوره يعني هذا السطح حلو مربع سور السطح في يعني في شيء مرتفع فوق طارت الكوره فوق هناك انت عشان تطلع فوق وتجيبه لازم توقف على الحافه ثلاث ادوار كي تمشي عشان بعدين تطلع فوق تتسلق وتجيب الكوره وترجع حق الخطأ حلو رحت جبتها مو انا رحت جبتها ابوي راح جابها الله يجزاه بالخير يا حبيبي يا ابوي انت بتطيح من فوق يطلع فوق المغسله ويمشي يمسك فوق ويرفع رجل فوق ويطلع طنق جاب الكره من ثلاث ادوار سؤال كم كان عمرك هذا صغير يا اخي كم يعني تقريبا 10 سنوات طق جاب الكره لنا وبس الله يطول عمرك الله يحفظ ان شاء الله يا رب سالفتي انا يا طول العمر اخوي طف عليه البنزين كان يبعد عن بيته تقريبا 5 دقائق قبل كم قريب لا لا قديمه مره قبل ما يولد عادل ايه تقريبا عادل كان عمره 6 سنوات كذا كنت انا متخرج من ثانوي الزبده يكلمني وقال لي انتبه شوف هنا ايش قال لي قال لي انتبه يطيح البنزين منك او ينكب البنزين من السياره ولا شيء تحترق كذا كنت خايف انا متوتر
واروح ليطول عمر السلام وانا بحارتنا بالمربع، حارتنا على شكل مربع وانا رايح كذا كل شوي اشوفه، فطاحت ما انكب بس انه طاح متوتر انا كذا. اول ما رفعت راسي فان فان ملبق عند بيتهم بوف واصدم ام الفان حق يعني واحد من حارتنا، اركب السياره وازبن وازبن وروح وجو الصدام طايح بتشرد ابى اشرد ما ابي اوقف حتى ما رايح لاخوي ارجع البيت بقى بالسلامه واهرب. اول ما وقفت عند البيت وانزل السياره الا جارنا راعي السياره، السياره لسواقهم راعي السياره كذا ورا واشوف كذا اللي يبتسم كذا وانا ازبن ادخل داخل البيت. عاد جاء وقت ادق الجرس طلع لابوي وسلم التصميم اللي صار. هذه سالفتي. طيب اسمع تدريش النكبه ان كلهم سواليفهم منطقيه. طيب شوف نبدا بابو عمر. ابو عمر عنده فعلا صوره وهو مدقن بس يقول حلق ما عاد صار يدق. المشكله كل بثوثه يعني زمان ما زال الدقن موجود. ما اذكر قد شفت شيء خبيث مره. بس انا اقول لك لا 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 ترى سمعت سالفه قريبه من هذه حكاني اياها قريبه اتوقع انه سوالها بجريد هو لا ممنوع ممنوع لا 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 يعني السالفه تكون 100% صدق ولا كذا. ابو عمر مو صوص منطقي منطقي عادل عادل كذاب ما ادري ما يعني لا 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 ولا هو صغير ولا ابو قلب الاب صح. انا ترى كنت عماره يطلع تدري والله كنت انتظر يقول هو اللي طلع عادل بقول كذاب قول كذاب ابوك والله ما يخليك نعم تحيه للوالد تحيه للوالد. طيب رايد يسوق وذا ثانوي ونحاش وسياره جارهم ما في شيء منطقي الصدق بس دائما السوالف اللي ما هي منطقيه تكون صدق صدقية. انا بروح مع ابو عمر عشان لا اطول عليكم لحظه ما تبغون ما تبغون تقول قال صادق لا انا لا بس ممكن واحد ثاني او انه احد حكاني من الشباب او انه هذه السالفه فيه لانها صارت ايام اول بس قديم مو في وقته هو وقت وقت المشاكل وما المشاكل نقدر نسال ولا عم كم لا لا بدون سؤال خلاص قريب 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 هو قريب 2016 قال قريب ايوه قريب عادل ليه ما لعبتوا في الحوش؟ ليش تلعبون في السطح؟ يا اخي ما تدخل يا اخي جوي سطح انا جوي يلعب بالسطح ايه بقول عادل انا صوتي مع ابو عمر انت والله شك في ابو عمر الصدق هذا حتى انا حلو انت انت ليش عادل؟ اقنعنا ليش عادل اقنعنا ما ارتحت يا اخي مش طبيعي خلاص بقول عادل انتم اثنين على واحد عادي يعني الاكثر هو الاكثر يعني او تتفقون انتم مع بعض ابو عمر عادي عادي انا ابو عمر يب انا اقول عادل جواب ابو عمر جواب ثبتوا مين؟ ابو عمر ابو عمر إجابة صح يلا ايوه مالي مالي مكتوب ما كنت جاهز صح الا هذه ماشي طيب حنك حبيبي 1-0 الان 2-0 احنا كيف جبنا 2-0 2-0 يا عيال على الصفر لا والله لا هدف شرف تكفون يا ان شاء الله ان شاء الله كيفكم كيفكم اوكي مكسيك تفضل يلا المكسيكي وجهه يقهر كأنه هو اللي بيكذب اي هو كذاب مو كذاب يلا ابدا ايش رايك ابدا انا؟ روح طيب السالفه خلصت في امريكا خلصت وخلاص ومجهز الاسبوعين الاخيره برجع السعوديه ومعايا كان كليزلر ما ادري موديل كم نسيت الموديل المهم ابغى احاول ابيعها في الاسبوعين الاخير اروح يمين اروح يسار اروح يمين اروح يسار قلت بس اكثر ناس تدفع هم يعني العرب رحت البقاله العربيه قال لي يا صادق اللي بعده رحت البقاله العربيه ما قلت لك اياها اتحدى المهم رحت البقاله العربيه خشيت البقاله خشيت البقاله العربيه دخلت مدري هذا قعدت اسوي قش للسياره كذا 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 ما مشاها بسيطه مدري ايش سياره جديده من هذا الكلام كله المهم ابو شوفه كلهم اتجننوا عليها طلعوا برا وشافوها اكثر من واحد وصاحب البقاله العربيه اظنه باكستاني ولا حاجه صاحب البقاله كان ماسك واحد باكستاني المهم جاء شاف السياره اوه ماي جاد خرافيه خرافه خرافه اشتريها كم؟ زودت على سعر السوق يمكن 2000 دولار زياده قال لي اوكي قال لي روح جيب الاوراق حقتها وهذا وقت ما تنتهي يقفل هذا يسوي يعني عندك بس البيع. بس كذا توقع ودات الليله واطلع واخذ اليتير رايح جيت البيت صدمت السيارة طبها اي والله اي والله انقبض ابو عمر حلف شو اسمها هذا لا تلقى راي لا اي مو منقبض من زمان منقبض من ابو عمر طيب عندنا اثنين تكفون لازم نقفط حكت السياره وبس انتهت الليله الحمد لله على السلامه ما حد قال الحمد لله الحمد لله السلامه بعتها بقلب ب 2000 دولار زياده كان يعني قبل سعر السوق طيب يا جماعه الخير السالفه قديمه من يوم انا صغير يمكن توني اول ابتدائي حتى ما يمكن ما دخلت مدرسه
بزر اخ القهر معنا جيمس قديم موديل 89 تعرفون هذا ابو شنب قدام إيه. اللي يجي كلونين كحلي وبيج ما ادري ايش يجي خط في النص كذا كبير الوالد اذا راح بقاله ولا شيء كلنا انا اخواني ما شاء الله خمسه ياخذنا كلنا نركب كذا ما نجلس واقفين على الكنب على المقعد حق السياره فملاقي ما نجلس وراء كلنا صافين قدام عند ابوي طبعا السيارات القديمه مقعده الاماميه ما هي مفصوله قطع واحده تجيك كلنا كذا واقفين جنب بعض عموما راح عند البقاله ولا واحد ينزل من السياره نزل يشتري ما ادري ايش يسوي انا ملقوف من يوم انا صغير الى الان امي تقول انت ملقوف الى الان اضغط كذا اتعلم في السياره ما ادري ايش الجير السيارات القديمه علاك هذا طق طق واسحب الجير تحت اخر شيء عندي حلو والسياره توجه ماشي السياره اتذكر نظره ابوي صن عند الكاشير كذا طالع السياره رايحه يبغى يلحق يركض لين دحضرت السياره ونظره في عمود لمبه اللي صقع في الطبلون اللي قفز اللي انحش من السياره الشاهد في الموضوع انا ابوي الى يومكم هذا يحب الجيموس ليش الجيمس ما جه ولا شيء ضرب اللمبه في هذه الدعاميات وقاعد طالع كذا وش صدمنا احنا فعلا صدمنا ولا العمود وطاح الحال العمود ميل كذا خلني قدح يا عيال خلني قدح هذه السالفه نكذب المكسيكي باللي يتكلم اي اي والله المكسيكي واضح 100% المكسيكي كذاب كذاب شد حيلك حيلك كذاب ريحك خلني كذبت كذاب طب خليني اقول السالفه ما كذاب صالح اعطاه تفاصيل انا يعني ما اعرف اسولف ولا اني ما ادري طيب تصوتون ولا اقول السالفه اصبر ساكم خلني قدح اي والله اي مكسيكي مكسيكي جوابكم جواب المكسيكي قبل لا يسولف اجاوب انا جاوب وجوابكم خطا انا الكذاب يا مجنون يا كذاب يا خرافي يا مجنون ايش هذا المضحك يا مجنون يا اخي يدك 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 كذاب يدك هلا هلا لا والله ما صارت ايه والله ما صارت انت قاعد طيب انا سامع السالفه ان الواحد ولا سمعتها لحد زمان كانت تصير اشياء كذا اصلا قلت الدف والله انك وحش ورب الكعبه انك وحش ابو عمر ريس هو نفسه محمد نسوي قهر انت احسن رايد رايد طيب اسمع طيب اسمع 3-0 ايوه 3-0 لا لا ما ياخذ نقطه الحين لا 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 ياخذون نقطه هم كذاب زي الاولى جبنا ايه الكره في ملعبكم سمعني هات انا ببدا اعلمك الكذب طيب احنا ما نكذب احنا صادقين اعتذر يا ابو عبير قاعد انافسك انا والله وربي انك كذاب خرافي قلت خلاص طيب حرام يا اخي كنت متحمس لسالفتك والله السالفه قلت اقولها بعدين بس عجبتني اللي خيشته انت ما تبغى تقول السالفه انا ما تبغى تقول بدسها بعدين ايش ما شفت وشو ما شاب الاسم كذاب والله ما فرقت طيب من جوالي الا ايش انا كنت الكذاب يا غبي لا ايش ترى ما شفت انا ما شوف 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 طيب بسم الله ببدا ما راح يخلونا بعمر مره ثانيه لان انقفض اقول لك لا بيسوي حنكين ويخليه بعمر هذا طيب يلا هات 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 ركز ما محنكين حتى ركز في الوجه قبل ما تسولفون لا 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 تكفى فكنا ما نقدر قبل 3 سنوات ممكن 3 سنوات طيب حلو حلو يعني لحقنا عليه في اليوتيوب ترى اصبر اصبر خلنا نشوف كنت منفس مره من شركه من شركات الاتصال صلاتية طيب واتصل على واحد طبعا ارتفع عندي القولان كان عندي مرتفع القولان فانا منعم انا وياه جلد ومجالد جلد ومجالد وليش كذا ولا لا مره ايش قال لي اخر شيء يا رجال ادلف وسكر بوجهي حلو انا من لخمت بنفس الوقت والله ما اقدر اقطع رزقه يعني انا ما انا يعني انا اللي ما هذا مسجل يا حبيبي ما ايوه انا انا قلت ادبي شو انا اربع ضغطه فاقدر اني اكلم واقول اوه سكت ومشيت الامور مشيت الامور وين يوم كان مشيت الامور والله يستر عليك بس هذه السالفه هذه سالفتي بس لا صافي صادق صادق تفضل تفضل يعني ايش يعني ابو عبيريش تفضل يعني عشان خلاص هذا انا احس عشان نوترهم انا اتوقع برضه صادق طيب بسم الله الرحمن الرحيم كذاب يوم من الايام كنا بالديره جالسين كذا بالصاله كذا مجموعه اطفال اوكي جالسين قاعدين نسولف سواليف وما ادري ايش وما ادري الكلام وذا قبل كم ترى دائما نجيب العيد لا 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 خلي يكمل بدون اي وقت خلي يكمل يعني زمان سالف زمان طيب اها وجالسين نسولف مع بعض وما ادري ايش وما ادري الكلام فجاه احد الصغار قال في واحد بالغرفه ما في احد في البيت اوكي فيلم رعب يعني اي ورحنا احنا يا الله افتح الباب الدريشه مفتوحه هم شفناه 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 نطلع ورا نلحق وراه رج من الحوش ورا شوف حوش ورا شفنا واحد طبعا الحوش بالديره مفتوح كله مفتوح على بعض ما ادري
وقفنا كذا على الجدار نطالع، في واحد كذا قاعد يفكر قاعد يركض ينحاش ينحاش كذا، واحد كذا طلع من سور البيت فجأة كذا قاعد ينحاش. طيب بخيه لا اطفال يلحقون حرامي ما ليش ابو لا هو خاف يعني ممكن خلينا نشوف الاخيره ابو عمر ابو عمر كذاب انا ايوه حسيت يلا قدعني طيب الاخيره في اكله انا ما احبها ولسبب معين تعرفوا اللوبيا ايش ما حد يعرف اللوبيا ما اعرف لونها ابيض فاصوليا بيضة وفيها اسود اسود كانها عين اوكي عرفت زي الفول شبه الفول حلو هذه الاكله ما احبها سبب اول شيء اعتذار لأخوي فيصل قلت أنا وأنا صغير معروف عني إذا سويت طاعة أنا ما أسحب على طاعة ولا فأنا إيش سويت تعشيت زي واحد رجعت المدرسة خلاص كل شيء مدري إيش جاء وقت العشاء تعشيت لحالي أكلت لوبيا ومو مرة ناسبتني يعني البيت عندنا كان فيه مربع وكل غرف خلاص كذا سيب بيجمع كل غرف فما عجبتني اللوبيا مرة راحت اللوبيا اللوبيا في الارض في النص هنا في ماء مر الغرف كلها توزع الريحه يعني خشيت نمت على طول طبعا سحبت عليها واخويا اخذ له حصه تزلل شويه على اللوبيا تزحلق شنو بس يعني بس انتهت هل زود شوف انا اتوقع انه ما بيورط اخوه بسالفه كذب واعتذار وشيء رسمي ما صح احسه صادق انا اتوقع انه صادق والله ما يحب عادل عادل يقول دخل على لا عادل دخل عليهم حرامي واقوياء هم دخلوا الغرفه يلحقونه تصير ايوه كم عمره عشان كذا سالت صارت لنا زمان يعني زمان والله والله يعني ما شوف ترى هي يعني ترى مو شرط الجلسه يكون فيها اذا عدد صح اذا يعني عدد. زي الكلاب عرفت اذا كثيرين يلحقونك حبيبي صح لا لا اسمع ترى وترى على قولهم سهولتها ببساطتها انا هذا بدي يشككني اي هذا كثر أيوه. طيب هل هو كثر شو تعرف اعطاك بس اعطاك إيوه. طيب اسمع هل رايد اليف ان ما يسامحه يعني لا اتوقع لا والله الا 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 كيف انتهى الاتصال هو لا 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 ترى اصبر ترى قولونه اذا ضرب قولونه والله العظيم ما يسامح احد يمكن ما يعرف كيف انتهى الاتصال هو يقول له ايش هذا صح لا بس خلاص يقول ما ابغى اسوي شيء خلاص وهذاك اللي قفل ولا قفل يقول هذا قفل هذا قفل والله اللي يرجع يدق لا لا ما يدق ما يرد عليك اصلا رجال عارف بس بيسوي شيء قولونه منفجر ما راح يسوي انا اقول رايد الصدق انا اشوف رايد برضه انا حروح مع رايد ايوه حلو تحليله كله تغذيه على الرايد مع اني اشك شوي في عادل لا رايد لا 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 احنا عادل اذا رجع لابو عمر انا شايل هم لانه هو بعد ما استفرغ ابو عمر يقول لك مشي عليه فهل هو سوى ابجريد كذا والسالفه صحيحه لا 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 هي 100% خلاص انا بعدين معليش وش البيت ذا اللي في النص كذا ايش سكويد جيم ديره 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 تمشي السيب تفتح الباب في مربع في غرفه هنا غرفه لا 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 انا اروح مع رايد 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 كلنا رايد اجابتنا رايد جواب اجاوب بقول عادي اللي كان شاك في صالح والصح عادل انا والله يا جماعه قال والله ما انا يس معليش يعني انا كذاب ومحنك يا اخي صدقوني كم الحين 3-1 والله يمدي والله يمدي والله يمدي والله يمدينا كم ليه الفوز من كم الفوز ما ندري 5 اتوقع 5 لا لا بقى هذا الراوند الاخير 3-3 يلا 3-3 5-5 لازم تكفطونه اي لازم تكفطون لازم تجيبه لازم تجيبه جاهز تجيب الاثنين طيب يعني نجيب 5 ايوه 5 يلا وانا عمري 3 سنوات تمام 3 وتتذكر احا وانا عمري 3 تجله خليه يكمل انا عمري 3 سنوات ترى انه في احد محكيك بس تمام لا لا انا اتذكرها بالتفاصيل كانها صارت امس المهم انه اخوي اللي اكبر مني وقتها في الروضه وانا جايبه مقلبه حلو بمزح معاه استهبل ثلاث سنوات في مقلب اخوي اللي اكبر منه في اخوي الكبير ماينكرافت ولا وشو اللي اكبر مني يا اخي حمل افكار يا اخي اخوي اللي اكبر مني في الروضه انا 3 سنوات هو 6 سنوات في الروضه يلا 6 سنوات في الروضه ايوه ايش متاخر كذا هو عنده مشاكل ليه روضه 6 6 لا 6 سنوات جاي تفضل خلوه يسوي خلوه يسوي طب اصبر طب سالفتي طيب تفضل المهم اني جيت ابو مقلب الصباح انه يعني انه الباص جاي يلا قوم دوام وجيت انا مقلب اقول الباص جاء ما ادري ايش واضرب في عتبه الدرج واطيح 3 درجات واكسر سني ويقعد 9 سنوات ما يطلع شوف كذا لا شوف سنة انت تسالفه اي لا بعدها يعني امي ودتني المستشفى وش اليوتيوبر من يوم 3 سنوات مقالب اي مقالب مش اللي اسمه صالح طيب كبراتي عرفنا صادق زمان ايام احنا ندرس كذا كنا دائما كل صيفين نروح الديره
احنا بيتنا في الديره كبير، بيت وقدامنا ارض كبيره مره نزرعها دائما، فيها الحبله العنب، ما ادري اذا تعرفونها. ايه؟ تعرف الحبله اللي حق العنب؟ عارفها. يبنون زي الخشب كذا وشجره العنب تتسلق فيها تصير تاخذ العنب من فوق. فوق. ايه. هذه كانت تسوي لنا ظل اسطوري، كنا دائما كل عصرين ننزل نتكي فيها شوي سواليف في الديره في الباحه. جاء مطر غزير ذاك اليوم، احنا تحت الحبله هذه من قوه المطر قاعد تطيح ثعابين، ثعابين صغيره حياة صغيرة. احنا جالسين تحت الحبلة هذه تعبين كثير قاعد تطيح، يمكن اللي عديناهم احنا 10 20 بالراحة. فاكتشفنا بعدين ان من قوة المطر يضرب فيهم يطيحون، اصلا الثعابين تحب العنب فدائما تتسلق في الحبلة هذه وتتكي تعشش وتبيت ترقد مع المطر طع 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 يطيحون. شلنا قشنا ونحشنا بس. هذه سالفة. طيب السالفة حقتي قبل فترة هنا بسيطة، احنا كل جمعة كشتة نطلع كذا مع عيال عمي، روحنا قبل فترة. إيش عاصفة؟ ها؟ عيال عمة. أسمع إيه؟ أسمع. عيال عمة يعني. المهم أسمع أسمع كارثة. رحنا وجلسنا وحطينا وضبطنا الأمور وضبطنا الليلة ورستكنا الأمور. وجينا عاصفة. أسمع أسمع أسمع. شو قم قلنا سامع قبل كم يوم؟ حلو ممتاز خاص. أسمع خاص. قلت لنا السالفة حبيبي إيش فيه؟ أخي أسمع أسمع أسمع. إيه بس أقول. ما ينفع تغير فيها شوي ها؟ أخي أسمع إيه. إيش كل سالفة مشابهة يمكن. أسمع. قال يمكن سبع مرات. أسمع. يا شبينك. أنا ما سمعتها والله ما سمعتها. بالله بالله يا بغير. لا 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 لا. والله أسمع. خلنا نكمل. أول شيء. ما فرق طيب. الجمهور بيعرف السالفة أنا ودي. لا 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 سالفة حلوة والله. اسمع 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 مو سالفه اسكت انت وياه اسكت وياه اسكت اسمع 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 المهم جت العاصفه عاصفه عاصفه شيء تفجع كنا كذا في الافلام اسلمك بالله ايش صار اسمع ايش صار العاصفه شالت ولد هاشم شيل كذا فوق بوف خبط في السياره وبعدين مسكنا حطينا دخلنا كذب 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 هي وقف وقف هي لك من سالفته كذب اللي كذب هو بعبير والله اي اي بعبير ايوه بعبير بعبير كذاب جابتكم اي جابت خطا ما في خطا هو كذاب انا كذاب دقيقه 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 ايوه ما يصير انت كذاب احنا قبطناه بس انه جاب العيد دو يا لا 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 مو كذاب كذاب انا كذاب صالح ما انا الكذاب شفت العيد ليش خليتوني خلوني اكمل عيال شعرتوني والله انا كنت بقول الصدق يا شباب انا قطعت حبل افكاره والله قطعت حبل افكاري لا 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 اسمع انت قفطوني اني صادق طيب ندري ايوه لكن انا قاعد الحين بحاول اكذب ليش تكذب ليه ترى كملتوني الصدق شوف رايد المفروض ما حد يتكلم انت العظيم حسبت اني المفروض اكذب طب اسمع 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 عبير ثواني خلاص بيني انا وصالح يلا اختاروا لا قال لهم صالح اختاروا خلاص لا يلا اختاروا قال لهم صالح لا واختاروا انا اختار اسكت يا عبير ثواني يلا اختاروا اختاروا انت قف الطوم قبل شوي هيا اجابه يلا اجابه مدري ايش انت وقفت الطوب هو المكسيك المكسيك قال انا لا صالح قال انا صالح. جوابكم صالح جواب صالح مين صالح, 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 صالح غلط غلط بس دقيقه دقيقه بالمخ انت تفهم قطع حبل افكاري انا كنت بقول صدقيه صالح 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 ايوه لما عرفت انكم تعرفوها لو انكم سكتوا ترى قفطناك هذا السبب انت قلت لي اياها هذا انت الصادق خلاص يشوف الكذاب من هنا صح ايوه الكلام اللي انت قلته طيب حال المخ تبرمج انه المفروض اكذب طيب الحين شعب عميل طيب الحين احنا بدنا تستسلم وتكون السالفه صدقيه طيب طيب خلاص 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 ها الراوند انهى الراوند يلا اختر واحد لازم اخذت هاش وين هذا اسكت انت يا ابو يا اخي والله شحط مخي والله ما راح يعرفونها ما راح يعرفونها اعرف انه صادق اعرف انه صادق قاعد تقول ايوه اعرف انه انت صادق انت برا الحين 17 مره انت برا الحسبه انا ومكسيك انا وياك اوبز اوبز تذكر السؤال بس دقيقه بنفس الوقت ثلاث سنوات تسوي مقالب شو؟ ما ادري معليش كلهم كذابين اي تعرفون ثلاث سنوات معناته؟ ايش معناته؟ هذا 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 صادق صادق شلون اسوي مقلب؟ شلون يتذكر؟ خل شلون يتذكر انا قبل شوي قلت صالح شو قال مكسيكي لا انا بس بنفس الوقت قال اوكي مو بعبير انا خلاص مكسيكي مكسيكي يلا مكسيكي مكسيكي اجابه نهائيه خلص على ورب الكاميرا طيب لا صالح هذا بعلك حاجه ما صدق بعلك حاجه في حاجه اول واحد كذب بعبيد ثاني واحد كذب صالح المحفوظ المكسيكي بس مو حاطي المكسيكي بس دقيقه ممكن يسووا الريفيرس يقول لك يلا نحطه عشان ما حيتوقعوا بالهذا ايش ثلاث سنوات هذا ولا الباس جاء ما في مقلب وطاح عمره ثلاث سنوات مقلب مستحيل بجد يا بالمنطق مستحيل هي دقيقه
صوره هو صغير اي مكسر سنونه مكسر سنونه ايوه بس سبب ثاني ايوه مستحيل نسوي مقلب عمره 3 سنوات طال الراوند الراوند طول مره طيب يا النابغه يا المعجزه يا الطفل النابغه يا الطفل المعجزه المكسيكي والله مكسيكي والله الا اذا كان معجزه شيء جواب نهائي اي المكسيكي اقسم برب الكعبه انها ايه سالفه صح انا الكذاب انا كذاب هاي القم هاي هو السالفه صح يا ولد انا كذاب صح ايوه وطحت وانكسر سني عمرك ثلاثه عمرك 3 سنوات كان اقول لاخوي الباص ده وطحت كذا شالتني امي ودتني المستوصف قدام بيتنا حرفيا واخوي داوم الروضه وانا جالس 9 سنوات سني ما طلعت يا شيخ والله طيب اسمع اسمع يا شباب اكتشفت اني كذاب كبير قايل لكم انا الكذاب مع ذلك ما سمعت انا سمعت هذا اسمع ترى هذا قال لي هذا صالح كذا قلت عشان ابغى لخبطه والله انك والله انك اسطوره والله انك هذا وحنا ناقصين واحد ترى صالح نقنا صالح مطرود خوينا اي صفه والله كم كان عليكم انا راوندين مطرودين وما تجيبوه طيب اسمع اسمع مطرودين سنوات طيب هي طيب هي ما اقدر كذاب ولا ايش يعني انه اوفر لازم لازم اكذب طيب هي 4-1 هي شوفوا جيم شوفوا جيم شوفوا جيم اي الحين هي شوفوا جيم مين كان الكذاب قبل شوي عندهم عادل عادل ما جبناه يركزون ليش تركزون وما جبناه صح انا توقعت بس ما جبناه لا شباب صعب للدرجه دي هو اسم واحد يعني ما قاعد يعدلون كل واحد عنده كذبه يا اوكي اوكي فهمت خلاص ابو عمر قاعد يكتب اسم طويل من يبدا اختار ما تفرق خلاص عادل مره اول هناك وهذا يعني عادل ابدا مين عاد انت عادل انت ابدا يلا ما بدك تفكر بالكذبه ها عم بدي افكر بالسالفه لا لا ما لهم حق يختارون لا 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 ما لهم حق ابدا قبل شوي هو قال انا ببدا انت بديت من هنا بعدين اختار ما تفرق ما تفرق ما تفرق تبدا انت ولا نبدا ابدا بسم الله الرحمن الرحيم خذ السالفه هذه معكم يلا يلا صادق يوم اني صغير كم صغير يعني متوسط تقريبا عطى كنت اروح مشي يعني قبل الولاد الحاره اللي ورانا يعني مشي 10 دقائق عادي طبيعي قبل يوم كان ما في جوالات الله ايباد لا ما في كلنا كل حواري يا حتى لا ما تذكر هذا كذي لا ما لاقي الزمن ايباد طيب اسمع يجي خويي مع توقع كولا قزاز كسرها بالارض طارت قطعه قزازه احفرت جلدي من الساق نفسه شو من هنا اصبر احفرت فصار يصب دم غريب ايوه ايوه المفروض يطلع حليب اكيد دم صب دم وامشي 10 دقائق ودم يمشي والله الله يكرمكم زنوبه غرقت وانا امشي دم دم وامشي يوم وصلت البيت دم كثير عيال الشارع امتلى ويقطر وراي حلو يوم وصلت البيت يجيني ابوي اول ما شفت ابوي هذا اخر شيء اذكر اغمى علي بعدين شاشه سوداء في محل اتوقع انه هنا هي لا انت قلت من الجهه الثانيه لا لا هنا تشوفون شيء لا لا هذه كذبة في خط كذا هنا ولا هنا ترى ما كان هنا في خط كان هنا شوف لا مفروض تتذكرها يعني بس انا احس هذا كشاف هنا الا في خط هنا شغل كشاف نتاكد ايوه لا ما في شيء الا في هذه ضربه مو هذه هذا الخط ضربه الدم وحياكم الله دام ورانا دليل فكذاب اللي بعد طيب تبغون سالفه انتم صح؟ لا لا اسلم يوم من الايام ايوه كذاب ورطوك كذاب عادل ايوه بعمر يوم من الايام بالجبيل اكيد بالجبيل وين عايش بعبي ما عايش الا بالجبيل انا بالجبيل نفس نظام رايد احنا وشو عادي نمشي كنا نروح مثلا المسجد 10 دقائق صدق 10 دقائق مشي في سياره ابوي خلينا نشغل لا روح مشي نروح مشي ونرجع نروح مشي ونرجع حلو المهم ان كنا نمشي مشي يعني مسافه والله اللي تمشي اللي في الجبال وعشر دقائق اخلص المهم و ابو عبير ايش في ابو عبير لا 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 خلوه يسولف لو سمحت يا ابو عبير يا الله ما يكمل لا 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 كمل المهم ان كنا نروح رحنا صلينا ايوه تروح 10 دقائق ايوه اللي بعد صلينا طب خلينا نكمل سالفه يلا يلا خلاص رحنا صلينا بعد ما خلصنا الصلاة كان في زيت تريلا ما حد ما توقع لا لا مهتمين كان في زيت تريلا قاعد يبنون يحفرون يطلعون مدري ايش تريلا ولا زيت تريلا ايش هذا يا اخي الشيول ذاك المربعي شيء الرمل ويرمي حلو شيول الزبده انه كان واد يعني كان يطلع على الرصيف على الناس تمشي ومدري ايش ومن ذا الكلام وانا سبقت اخوي رحت وصلت عند البيت ثم اشتغل حس الاخ الاكبر
يمكن الشيول صدم اخوي ومات. الله يكفينا الشر. وارجع مشي دور له يدوره. طلع الى الان ما طلع من المسجد. طلعت معه مشيت معه ورجع على البيت. هذه السالفه تبون نسخن. طيب ليه ما بطلتها؟ كانت مره في ثلاث ثواني تنقال. عادي عادي حصل عشان تعطي ابو عمر فرصه يدبر كذبه. عادي ما مر اسلم او تسوي انك متوتر ان هذه كذبه. طيب يا اخوان انا قد انرفع علي قضيه حضرت محكمه وكل شيء. كيف كانت؟ حلو. مو قضيه بس اني رحت محكمه وكذا. مو قضيه. في كندا حلو. عشان تستخدم المترو او السبوي لازم في اشتراك كرت. مشتري الكرت انا هذا. وفي مره نزلت ونسيته يعني. وترى نادر يشيكوا. بس نزلت وصارت صدفه انه لما خشيت فين كرتك؟ ما في الكرت. تعال المحكمة حبيبي وتبي ترفع اعتراض ولا ما تفهم؟ محكمة عشان الكرت؟ هو شوف هو ممكن اكيد اكيد خلصت السالفة طفرة. لا لا رحت المحكمة وكان طفرة فروحت ابغى اعترض. رحت المحكمة وجبت معي الكرت ومدري ايش خفض المخالفة وبس. صادق منطقي ترى هم في القوانين مرة يعني. عيال مبروك الفوز. الله يبارك فيك. مبروك الفوز. الله يبارك فيك. شارك لو مو رايد انا ما رايد صادق. لو مو عادل احنا نجيب لك كذاب. لو مو عادل انا اعتزل. انا اعتزل. شوف لا سالفته مره بيض. لا فكر فيها سالفته بيض. عارف اللي ما قد قالها لنا. بيض بس لو انك كذاب بتالف ما بتالف سالفه كذا. لا هو انك تكذب بشيء هو انحشر هناك امريكا كندا ما كندا ايش اي تبي مخالفه مروريه المحكمه عندهم زي شربه المويه. محكمه انا رحت 600 محكمه. روح قلتي ما قلتي اطلع ادفع 50 دولار 40 دولار ربش. معلومه ترى الجبال تبع الهيئه الملكيه وما عندهم شيء ولا كذا يتمشى فوق الرصيف. الا اقسم بالله في شيء لا نظام يقفل يحوط ما الناس ورب المصحف انه يمشي فوق الرصيف عادي ما في مشكله عادي هو يمشي فوق الرصيف يمشي بس هو الكذاب وانتم شوركم. لا احس موه ترى انه عشان نحس انه هو الكذاب. هذا صادق 100% وشفت انا اي بس يمكن اصابه لشيء ثاني. لا صادق الاصابه ما تكون لشيء ثاني. صادق وابو عمر طبيعيه وتصير هناك اي المبتعثين اللي يتفرجون الحين كلهم راحوا محكمه مروريه والله. فهذه ممكن الباص وما الباص ترى ممكن تمشي انها محكمه مروريه مو بس المخالفات. انا اقول امشي مع ابو عبير بس انت بالصدق بيكذب فيها لانه احنا ما بنعرف فيها مره وبنتوقع انه هذا لا ابو عمر تكلم مو مرتاح. لا هذا الطبيعي ابو عمر تكلم مو مرتاح. اوكي صح. لا ابو عمر تكلم مو مرتاح. لا ترى عادل ما طل عشان يحسسنا انه هو الكذاب. نعم صار انا قلت لك مع صالح كيفكم. انا اختلفت معك اول والقرار عندكم. انا اشوف انا اتفق مع صالح. انت لا تسول. يلا نصوت. انا بروح معك. انا اول رايد ليش ساكت كذا؟ ما لانه هو صادق ما فيها كلام. رايد صادق مرتاح ويتكلم صادق. طيب اسمع بنمشي مع حنكة ابو عبير ايش رايك؟ تكفى لا تروح بعدين تورطني. ايش هذا؟ لا فرقنا. انا بس شوف ابو عمر طلع من الحسبه. لا صادق ما انت شك في ابو عمر صادق. لا روح مع عادل انت بتطمن هذا صادق 100%. انا بالعكس شك في ابو عمر انه اعطانا شيء كذا سهل وهذا ممكن يصير. هذا هنا السهل هنا. لا هنا ورد ما بيبدا بيبدا ما عارف ايش مو عارف ايش يكذب. السهل الممتنع عطاك كندا باص مدري ايش. انا هذا تحليل. انا طيب عادل. طيب عادل انا بقول عادل. صبوي مكسيكي. انتم مثلا انا رحت مع عادل هنا وانت اختار عندك عادل. عندك خلاص ما ابغى. لا ما ابغى هنا اختار. مين انا عادل انت اخترت مين؟ هو بس عشان احطها فيه اخترت مين؟ لا اخر واحد اخر واحد انت مين اختيارك؟ اختار ابو عمر وانا بختار عادل انت اختار. ايوه عشان انا ورطتك اول. اختار رايد. يلا نتكي انت. رايد على ضمانتي اختار واحد بين عادل عادل خلاص. وش تصويتكم على من؟ عليك انا اللي بجاوب. غلط انا. ايه يا عادل هذا ترى في سيكل قبل ذاك. انت عادل عادي. طيب يا اخي جرح بلغة تماما كنت جرح زي كذا ما يخلي دم يمتلش. وامشي مشي ودم ولا لا ويطمع علي هذا على ضماني والله. والله انا حسيت لما قلت غط الشارع شفت ردة فعل صالح قبل جبل العيد والله قفط. بس مره ابو عبير نحش الموضوع مني. رايد قال ضمانتي ودق صدره. قال رايد ابي واحد اسمه ما عشان خلاص اختم اثنين. قال رايد بختم يعطيكم العافيه. مين قال رايد غيري؟ ما حد. هذا قال رايد. وانا فلو واحد ما قال رايد خلاص سالته عن الجرح قال يلا طيب زيزي خلاص اخر جوله لنا قفل خلاص. خلاص عندنا انتم ما جبناه صح 4-2 صح؟ طيب يلا انتم الموضوع فكروا بموضوع 4-3 تعال. لا 4-2 4-2 احنا جايبين العيد عيال. واحد صوت بدك تمام خلوه يسولف ما يخلص اذا انتم تقربون اسكت خلاص انا ببدا. روح انت. يلا
يوم كان عمري 3 سنوات تقريبا. يا حبيبي ايش في؟ في 3 سنوات بصدق الحين جوجل صبيت رجال قهوه بصدق صح صح. في محطه قريبه من بيتنا حلو؟ هذا الكلام في جيزان. كم كان عمرك صب؟ 3 سنوات من جد 3 سنوات. والله سوق محطه اموت. تفضل. اخذت الشاص حق ابوي. لا لا المهم خلني اكمل لك السالفه. كان من 3 سنوات وكان في محطه قريبه من بيتنا وعلى الساعه 2 في الليل 3 في الليل حلو. قررت انا وعيال عمي واللي معي ذولي. انت عندك عيال عم عنده 3 سنوات ورايحين الساعه 2 الليل؟ ايه ترى تخيلهم كذا صغار وراس كبير كله. لا صبر. طلعنا رحنا المحطه بدون ما ابويا ولا امي يدرون. طبعا ما اشترينا ولا شيء، ما عندنا فلوس 3 سنوات. يا اخي سواق ذي والله سواق. اصبر اصبر يا اخي. اذا اصبر خليني اقول السالفه يا اخي. لا تقطعون حبل افكار تكفون خلاص. خليك يا اخي. اذا عمره 3 سنوات سوى كذا جل 4 و5 و6. المهم انه خلصت اغراضي من المحطه، يعني ما اخذنا ولا شيء، بس كذا رحنا. هي قريبه مننا حرفيا، تفتح باب قدامنا المحطه. رحنا، جاء العامل رجعنا البيت. صح ابوي هذا. مين وداكم؟ حنا ماشي الثلاثه. مع مين رحت؟ ايه فتحنا الباب. نواف بالله نواف 3 سنين احد. هل تتخيل انه يسويها؟ 3 سنوات وكذا. هل تتخيل انه يسويها؟ يا اخي حط بالك، الجيل زمان غير يا شباب. ايش الجيل زمان غير؟ ايش ايش ايش؟ يا ولد ابو عمر ابو عمر افتح الباب. انا اقول انك كذاب. ما في اقطع شارع، ما في شيء، هذاك المحطه تمشي وترجع. مين معاك؟ مين معاك؟ انا الحين فريق واحد خلاص. لا 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 كذاب. لا 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 يلا لا لا ما يسوقها هنا مرتين 3 سنوات. ما يسوقها هو، حطها عشان يسوقنا. هو حطها عشان يسوقنا انه كذاب. لا حطها عشان يسوقنا عشان. يلا يلا اسمع سالفتي. يوم كان عمري 3 سنوات. لا مستعجل جزع. انا صف رابع ابتدائي. تواصل. كان يجينا مصروف ريال او ريالين اتوقع، ريالين وانا صغير. كنت اجمع عشان اوصل 5 ريال اتوقع عشان اشتري بيضه كندر زمان اول ما نزلت. بيضه كندر ترمي الشوكلة تطلع الهديه اللي جوا، عرفتها؟ والله ما ادري ب5 ريال او 3 ريال نسيت. نسيت نسيت كم كانت. عموما كنت ما اصدق اجمع ويجي الويكند عشان اروح بقاله قريبه منه. ركض ذاك اليوم جامعي، اخوي الصغير ما دخل مدرسه لسه، ابغى كندر يلا تعال خلص علينا. رحنا ركض انا وياه، مسافه والله مسافه، يمكن مشي زي ما قال 10 دقائق. المشكله ان الشارع قبل ما نوصل للبقاله هذه دائما زحمه سيارات، وانا رحت على طول بعد المدرسه، شمس ظهر حر، باصات تيت رايحين جايين. دخلنا شرينا هذه حقت كندر. حنا طالعين اخوي كذا يركض، تجي سياره وتصدم، مو بسياره والله، جيمس كبير حتى. يوم صدمت السيارة تمام. ولا والجمس له شنبات بعد نفس حقنا. يوم صدمت السيارة مر باص كان مليان بنات، ما أدري سنة كم. ما تستحي على ليش تتخلي أخوك يمشي؟ ما تنتبه له أنت؟ ما أدري إيش سفلوا فيني أنا صغير أربعة وبكيت. وش سويت؟ بس حبيبي شلت أخوي. أسمع شل يا خلا كمل، أنا معكم ترى ماني ضدكم. لا لا كذاب. شلت اخوي. ما تدري تمويه ذول. لا يا عمي يا عم اعلمك الحين. شلت اخوي مع انه ما شاء الله كان شويه، كان عادل يعني. ايوه كان عادل. قبل شوي تقول صغير، ما صغير صغير اقصد الوزن. الوزن خلص الوزن. شلته لين وصلنا البيت ونزلت. ايش فيك؟ فيك شيء؟ طع طع. وين بيضتي؟ اعطيته بيضتي وخلاص. لا ما رحنا مو ابوه كذا، هو نفسه. طيب 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 عبير عبير بدون تحليل. يلا ابو عبير قول. يلا عندي دوري. بسم الله. هذا حنف ضرب نص السالفه يا اخي. حلف الغموس. لا والله لا والله مو سياره، جمس يا اخي عادي. حلف مع الساق. تمام تمام. طيب في ناموسه قاعد تاكل من تر. المهم المهم عيال، انا دوبني ثلاث سنوات في الصيفيه. في الصيفيه دوبه دخلت الصيفيه وايش، ولازم نحن نطلع الطايف دائما تك دائما في الطايف. هناك عيال عمي جلسات وبلوت ومدري فين وكذا. طلعت الطايف دوبني بسيارتي، كان معي سياره سبورت كذا. طلعت الطايف دوبنا جالسين وهذا عصرية ومدري شاي قهوة ومدري فين. جاني اتصال واحد من عيال عمي في جدة، قال لي اسمع في تمرين. قلت له دوبنا طالع. قلت له تمرين في مكة؟ دوبنا طالع يا شيخ، دوبنا طالع مكة، طالع الطايف. قال لي تمرين لا يفوتك تقريبا، يعني الساعة 8 يعني الساعة 9 تمرين. قال لي في جدة لا يفوتك التمرين. قلت له دوبني والله اني واصل الطايف ومدري ايش. قال لي لا لا عادي انه هذا يعني في هذا. دوبني واصل الطايف ومدري فين. قال لي اقول لك تعال تمرين، في لاعب من عيال الموسى ودربين لاعب خرافي مدري ايش، نلعب ضد في الوحده مدربين. حط رجلك على جده لا يفوتك التمرين. وانا دوبني طلعت الطايف مكه مسافه كم؟ 200 كيلو اظن. لعبت التمرين
جدة مكة الطائف ايش توقف يمكن وصلت الطائف لما رحت هذا هذا كله يعني طلعت من مكة رحت جد رحت الطائف جلست في الطائف تقريبا يمكن ساعتين ثلاثة جاني اتصال مكة مرة ثانية جدة لعبت التمرين مكة الطائف وجلست يمكن وصلت الطائف على الساعة واحدة اثنين كل شيء كلهم كذبين يسوق علينا من اول انتهت السالفه اتوقع انه مقلب كلهم كذبين بدايه المقطع كلهم يكذبون اي واحد يقول غلط 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 كلهم كذب 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 طيب دي 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 لا 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 ايش دعوه مكسيك امين هذا ما هذا مكسيك امين مكسيك اكبر كذاب بالعالم ثلاث سنوات ما صدق ابدا بحياتي فثلاث سنوات اير لو صار اربع سنوات قام طلعت رشاش عادي صدق ترى يا ذي هذه مي قصتي هذه حق ضربها طيب عيال مين انا اقول مكسيك لانه ما كذب ولا مره بالراوند فلازم قصه صالح حقيقيه والله كنه اعلان كندر صح والله كنه اعلان كندر بعدين عيال دقيقه ما في كندر قبل ما في كندر خمس ريال قبل دقيقه دقيقه في كندر في كندر دقيقه انا جيلي انا صالح من جيلي ما في الا بسكوت بولد بسكوت بولد ريكو انت وين كنت ساكن؟ صح ما في كندر بيضة وين كنت ساكن؟ بالرياض ما في كندر بيضة وهو بالشرقية انت بالجنوب صح؟ الشرقية غني في هناك بالدمام نفس الدمام اخوي ما في كندر بيضة ما في كندر بيضة والله ما في كندر بيضة في بسكوت بولد مسوي كذا وجهه بعد يموه هو صالح كذا المرة اللي قبله واللي قبله حطوه ثالث مرة ورا بعض صالح انا اقول انت اما هذا ولا نختم عليه خلاص يا عدل نجي نحن محشرين ما حد شك بعبير اي كداد صح كداد روح مكة جدة بس ايش السوالف ذي اللي هنا صادق بس ثلاث سنوات راح معطل حاله شلون؟ ما ادري لا ترى في شيء قال ايش قال؟ قال العامل حق المحطه جاء شالهم ورجعهم البيت اي بس كانوا وين ساكن قريه؟ العامل يعرفهم ما له صديق يسجلون عنده ويلا ما له الديره والله انهم يعرفون الاباء ويعرفون كل شيء يعرفون هذول وين كنت ساكن انت؟ بعريش افتح الباب وشوف المحطه قدامي يعني حتى ما يعدي شال هل هو يقول كذا عشان بس ترى بالسالفه اللي قبل حقت المستشفى قال افتح الباب قدامي وش صوصه كذا قال بالضبط عادي عادي بسأل واحد بسأل واحد هو ساكن في أبو عريش ويعرف البيت بالضبط المستوصف في السلامة إيش مقابله وإيش جنبه على اليسار مطعم صار حق ال مطعم سبع ليش يثبت إنك صادق طيب اسكت يا أخي لأنه بيسوق علينا يعني وإعلان كندر يا قال يا أخي اسكت يا أخي مثل تمويه إنه يا أخي اسكت يا أخي وحدنا وهو كذاب لا ايه فرقة الدجاجين ذو يا شيخ ايش اديت الباب والله مره هذا ليش ساكت ها ما ادري ايش اقول ممكن تختار شباب صالح ايه انا اقول مكسيكي ما اثبت وكلم المصور يطقطق عشان تروح عليه ابو عمر انت مره صعب انت تفك تفكير لا افصل يا عادل افصل بينهم يلا عادل مين ابو عبير يلا اجلس ولا نختار احد لا 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 شباب تغلطون فوز ينتهي المقطع نهاية متأكد ان كندر بخمسة ريال؟ انا ما ادري قلت لك يمكن خمسة يمكن ثلاثة خلاص خلاص انت وتجمع مصروف كندر يا اخي ما في كندر اي انا مع ابو عمر اقنعني ما في كندر في بسكوت ريكو مصدي في بسكوت ابو ولد في بسكوت الاسود ذالي داخل هي هو قال بالابتدائي ابتدائي يعني كم عمره؟ يعني جيل اخوي مو انا 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 ما قديم ما في طيب عادل ابتدائي انا يمكن عام 98 او 97 ما في كندر ما في يا عاد ما في كندر 97 متأكدين ما اتوقع بيضة كندر ما في ما في اقسم بالله رب تاريخ والله رب العالمين شكرا لك دوخناهم ما في 100% دوخناهم 100% انت وين تقول اقسم بالله اقسم بالله ان تيم يلا 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 كذابين كذابين صالح يلا صالح وانت عادل خلاص خلاص صالح انا اقول اجابه نهائيه ايش صالح وبنت نعم طيب لان ثبت اسمع ثبت دام انت جاوبت وانا جاوبت قول لهم الجواب مكسيكي انت ما اعطيتهم الجواب يلا لحظه لحظه مكسيكي انا الكذاب والله انا في كندر يا حبيبي حتى قلت في السالفه تو نزل شفته في البقاله ايش هذا ما قلت تو نزل ما قلت والله اني قلت والله ما فار تري بيضه كندر زمان اول ما نزلت قلت تو انا بقول لك ما اذكر كندر والله بعدين دقيقه مو بس كندر كذب اخوه صار مجمس واخوه والله ما دخل ش... مدرسه ويقول زي عاد يا اخي يا اخي ما شاء الله مليان والله اني شايله لين بيتنا والله اخوه احمد لا محمد بعد صغير انتم اكتبوا كلهم فقاشين لا لا انا ساكت كذب انا ساكت كذب اقسم بالله كل السالفه انت عارفين السالفه طيب اسمع سواليفنا صدق والله انها صدق 100% سواليفنا كذب هذه عادي كذب حرفيا كان عمره ثلاث سنوات يوم طحت على السلم بس والله استمتعنا يعني اي والله استمتعنا والله استمتعنا يعطيكم العافيه يا جماعه المشاهده اشترك الان واكتب بالكومنت عشان تدخل سحب بلاي ستيشن 5 اشتركوا الفوز جميعا والسلام عليكم مع السلامه
عزيزي المشاهد لا تنسى تحمل تطبيق STC Play كل ما تحتاجه تحت سقف واحد، جوائز، سحوبات، مسابقات، مقاطع عصرية، كل شيء. حملوا تطبيق. شكراً.